السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا المقر الجديد لوكالة عدل بجزائر العاصمة واللي يقع في منطقة يعني بير خادم. إذن هذا المقر اللي انتهت الأشغال به وما زالت إلا أشغال بعض الأشياء الداخلية، أشغال داخلية تخص عملية التجهيز. إذن يعني من الشكل الخارجي تقريبا انتهت الأشغال به. نخليكم تابعوا هذا الفيديو الرائع من السماء حول المقر الجديد لوكالة عدل بجزائر العاصمة. والسلام عليكم.